من ينتسب للإسلام يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء. قيل له تعال ترى معنى لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة أحد إلا الله، شلون تعبد الأولياء؟ العرب كانوا يفهمون هذا من غير تفسير، عرب خلص، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فاهمين إن إذا قلت لا إله إلا الله لازم أترك الأصنام، فيقولون إنهم كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لا لا يمكن أن نقول لا إله إلا الله لأننا فاهمين. أما الآن من ينتسب الإسلام يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء يعني لم يفهم شيئا.